الاتصال الصفه الوطنيه لكره القدم المتنوعه، رئيس بعثه المنتخب الوطني للمشاركه في بطوله العرب بمدينه الدمام في الشقيقه السعوديه. اليوم انا جد مسرور وسعيد بالتواجد ديالي معكم هنا بمدينه القنيطره. كنشكر السيد عامل اقليم القنيطره على هذا الحفل التكريمي وهذا الحفل التتويج الرياضيين المتفوقين هنا بمدينه القنيطره بجميع الانواع الرياضيه. وهذا معروف على السيد العامل وعلى الاخوان الطاقم الاداري ديالو هنا في عماله القنيطره انه دائما على تنظيم في اخر موسم في اخر كل موسم رياضي على تكريم وتتويج الابطال، ابطال من جميع الرياضات ومن جميع لي ديسيبلين اللي كاينه. دونك هنيئا لهاد الرياضيين جميعا، هنيئا لمدينه القنيطره بهذا المنتخب، هذا المنتخب الوطني اللي كيتشكل تقريبا غالبيته من مدينه القنيطره. حنا ك جسم ديال كره القدم صالات او كره القدم داخل القاعه كنعتبروا مدينه القنيطره مهد ديال كره القدم داخل القاعه لان منها بدات الانطلاقه. كنشكروا مدينه القنيطره على الانجاب ديال واحد من خيره مدربين في كره الصالات، لان كما كتعرفوا كما تابعتوا في البطوله العربيه انه سي هشام تفوق على 5 من بين احسن المدربين عالميا، يعني اللي مكلاسيين في توب 10، دونك العشره الاوائل كانوا مشاركين في البطوله 5 منهم. المنتخب الوطني كيفوز وهشام تكيك كيفوز. دونك شكرا لمدينه القنيطره على الانجاب بحال هاد الهامات هادو بحال هاد الشخصيات هادو وبحال هاد اللاعبين هادو اللي داروا واحد المكانه ديالهم وانتزعوا مقاعد ديالهم ضمن الكبار اسماء. يعني اليوم اللي كنقولوا سفيان المصرار ولا كنقولوا بلال البقالي لان كنهضروا على من خيره لاعبي كره القدم داخل القاعه الصعيد العالمي. شكرا لكم انتم ايضا كصحفيين صحفيات وصحفيين على التتبع ديالكم لهذا النوع الرياضي اللي هو كره القدم داخل القاعه. كنتمنى لكم مزيد من التالق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سفيان المصرار لاعب نادي إطوال فالواز الفرنسي، الحمد لله حنا فرحانين وبهذا الاستقبال اللي دار لنا السيد العامل ديال مدينه القنيطره. الحمد لله حنا فرحانين اننا هدينا الشعب المغربي اللقب الثاني على التوالي، اللقب العربي. حنا فرحانين وهذا الشيء اللي تيزيد المسؤوليه على اللاعبين باش نزيدوا نخدموا ان شاء الله باش نمثلوا المغرب احسن تمثيل في كاس العالم المقبله. حنا اليوم حنا التاسعين عالميا ومازال تابعنا الخدمه بزاف. الدراري عارفين المسؤوليه اللي عليهم قياده مدربي هشام دقيك. صح سفيان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر السيد العامل ديال مدينه القنيطره على هذا الاستقبال. تقريبا هذه المره الرابعه اللي كيستقبلنا من بعد كل لقب كيفرح بينا، وصراحه كنفتخروا اننا قنيطريين وكنتمنوا لهذه المدينه. وكنبغي نشكروا السيد العامل على هذا الافتخار وهاد الاستقبالات اللي كيبخلش علينا ديما. بالنسبه للبطوله العربيه صراحه كانت بطوله اللي صعيبه شويه. المقابله النهائيه ضد المنتخب العراقي كانت صعيبه بزاف، ولكن الحمد لله بعد الفضل ديال الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديال المدرب وكذلك اللاعبين استطعنا باش نحافظوا على اللقب ديالنا اللي كيتعتبر اللقب الثاني على التوالي ديال كاس العرب، وفي حد ذاته هذا انجاز كبير للمنتخب الوطني. كما كيقولوا الناس استطعنا نكتبوا التاريخ باقلام من ذهب. صعيب باش تحرز على جوج الالقاب ديال كاس افريقيا متابعين وكذلك كاس العرب متابعين. كنحمد الله ونشكروا على هذا الانجاز. الحمد لله استطعنا اننا نوليو ما بين 10 المنتخبات الاولين في العالم، هذا تا هو انجاز كبير وكيتحسب لينا وكيتحسب الكره القدم المغربيه كامله. وما نساوش الجمهور المغربي اللي كان واقف معنا ومساندنا طيله اطوار هذه البطوله هذه، وكنحمد الله وشكرا. شكرا. اليوم كنعيشوا حدث تاريخي في اللعبه، كما كتعرفوا اصبح تقليد الحمد لله مع ان السيد العامل مدينه القنيطره عامل صاحب الجلاله على مدينه القنيطره ديما تيحتفل بنا لسبب واحد، هو انه اغلبيه ديال العناصر المنتخب الوطني من مدينه القنيطره، اضافه ان الطاقم كله مدينه القنيطره. هذا شرف لهذه المدينه
ولكن يمكنني نأكد لكم أن الفوتسال أصبح منتشر في المغرب كله. عندنا لاعبين ممتازين من مدن أخرى من مدينة سطات، مدينة أكادير، محمدية، طنجة. يعني اليوم الفوتسال المنتخب المغربي أصبح ممتاز من العديد من اللاعبين من المدينة، وهذا الشيء اللي كنا كنسعوا ليه. الشارقات الأولى انطلقت هنايا، أنا براسي تكونت هنا ولعبت مع فرق كبيرة، واليوم الحمد لله تنلعبوا على الصعيد العالمي. هذه مفخرة أننا نكون التاسعين عالميا. كنظن أن الأصعب هو اللي جاي باش نبقاو في القمة، ولماذا نزيدو نكسبوا مراتب باش تبقى هذه الفرحة وهذا الحب اللي تيعطيه لنا الجمهور المغربي والمتابعة ديالكم بيان سور وسائل الإعلام.